مساء الخير. طبعا انا مش عارف اول فيديو كده اقول ايه يعني، بس هم اول ما قالوا لي ان في حفلة التخرج وعايزين نعمل حاجة عشان الناس اللي عايشين برا يشاركونا في حفلة التخرج وكده، طبعا انبسطت قوي يعني ان انتوا افتكرتونا يعني، وحتى لو احنا ما قدرناش نيجي يعني نعمل حاجة صغيرة كده نحاول نشارككم فيها في الحفلة يعني. فبقول للناس اللي اصحاب الفكره طبعا ميرسي قوي ان انتوا افتكرتونا، فكره حلوه. وانا اول ما قالوا لي على الفكره ديت حاولت افكر برضه اعمل حاجه يعني، فيعني قلت احط البتاع اللي على دماغي ديت عشان نحاول ندخل في مود حفله التخرج برضه. بس يعني متضحكوش جامد يعني عليها، بس ف بقول لكم ميرسي مره تانيه. بقول لصحابي يعني اكيد في ناس صحابي كتير كنت مقصر معاهم الفترة اللي فاتت ما بسألش عليهم كتير، بقول لهم معلش يعني ما تزعلوش وما تزعلوش مني. انت عارفين بقى المشاغل وكده يعني. فبس يعني ميرسي على الفكرة الحلوة. طبعا بسلم على كل الناس، على اهلي، على صحابي، على الاساتذة، على الكهنة، على كل الناس. وانا متاكد طبعا الحفله حلوه قوي، كلكم مبسوطين. ومعلش بقى كان نفسي طبعا انا معاك واجي، بس يلا هو فيديو صغير بس برضه احسن من بلاش يعني. طبعا اول هم برضه لما جم كلموني قالوا لي تتكلم على نفسك في الفيديو وتقول لنا بتعمل ايه في حياتك ووصلت لفين وكده، بس انا قلت يعني اول حاجه لازم اسلم عليكم طبعا. بعد كده بالنسبة لأنا وصلت فين، يعني أنا دلوقتي بعمل ماستر ديجري، المفروض أخلص السنة دي ماستر ديجري في إلكترونيكس حاجة كده يعني ملهاش أي لازمة. بس يعني المفروض أخلص السنة دي وعندي internship هعملها الترم التاني، وبعد كده المفروض أتخرج برضه. بسلم على كل الناس مرة تانية وميرسي أوي على الفكرة الحلوة ديت. وطبعا الحفلة أكيد حلوة وإن شاء الله كلكم تنبسطوا، وإن شاء الله برضه أشوفكم قريب. وكونجراتيليشن، ودي حاجة هو صغيرة يعني عشان ندخل في مود حفلة التخرج معاكم، وإن شاء الله أشوفكم قريب. يلا باي باي.